قم بقسمة المسألة التالية وكتابة الناتج في أبسط صورة. 3 على 5 تقسيم 1 على 2. الآن في عملية قسمة الكسور عليك فقط أن تتذكر أن قسمة الكسر هي كأنك تضربه بمقلوب الكسر الآخر. إذن 3 على 5 هنا ضرب، وبدلا من إشارة القسمة نضع إشارة ضرب، وبدلا من نصف نكتبها بالصورة المقلوبة 2 على 1، إذن تصبح نصف 2 على 1. إذن القسمة على نصف هي نفسها كالضرب ب 2 على 1. ونقوم بعملية الضرب مباشرة، إذن يساوي المسألة تصبح 3 ضرب 2 6 للبسط، و 5 ضرب 1 5 للمقام. إذن 3 على 5 تقسيم 1 على 2 يساوي 6 على 5. الآن نريد أن نكتب الناتج بصورة عدد مختلط، فنقسم 6 على 5. سيكون الناتج، إذا نتذكر أن جزء من العدد المختلط يكون عدد صحيح والباقي سيكون البسط على المقام. إذا نقسم 6 على 5 قسمة طويلة هنا تساوي 1، 1 ضرب 5 يساوي 5، نطرح يكون الباقي 1 وأكتبه بلون آخر. إذا نقول أن 6 على 5 تساوي 1 صحيح، والباقي هنا 1، إذا أكتب 1 على 5 لأن الباقي هنا 1، إذا نكتبه كالبسط والمقام يبقى كما هو. إذا مرة أخرى 3 على 5 تقسيم 1 على 2 أو نصف يساوي 1 و 1 على 5. إذا قسمة 3 على 5 بنصف هي نفسها الضرب ب 2. سأقوم بحل مسألة أخرى لأوضح لكم الفكرة، واسمحوا لي أن أخذ أربعة أشياء. إذا لدينا أربعة أشياء هنا، 1 2 3 4، وأردت تقسيم 4 أو كل 2 في مجموعة. إذا 4 تقسيم 2، هذه مجموعة مكونة من عنصرين وهذه مجموعة أخرى. إذا كم عدد المجموعات لدي؟ حسنا، 4 تقسيم 2، إذا لدي مجموعتان من 2، إذا هنا يساوي 2. الآن ماذا لو أخذت الأربع أشكال هذه، 1 2 3 4؟ إنني أخذ تلك الأشكال الأربعة نفسها، وبدلا من تقسيمها إلى مجموعات من 2 أقسمها إلى مجموعات من نصف. ماذا يعني؟ أن كل مجموعة ستحتوي على نصف عدد الأشكال الموجودة بها. لذا دعونا نقول سنضع مجموعة هنا، وهذه مجموعة ثانية، وهذه مجموعة ثالثة. أعتقد أنك ترى أن كل مجموعة تحتوي على نصف دائرة، وهذه الرابعة، وهذه الخامسة، هذه السادسة، السابعة، والثامنة. لدي ثماني مجموعات من نصف، إذن هذا يساوي ثمانية. ولاحظ أن هذه الأشكال التي قمنا قبل قليل بتوزيعها على مجموعتين، والسؤال الآن هو كم مجموعة نمتلك؟ حسنا، لدينا أربعة أشكال ووزعناها على مجموعتين. إذن نضرب أو أكتب بلون آخر، كل واحد من هذه الأشكال انقسم إلى مجموعتين، إذن نملك ثمانية. إذن القسمة على نصف هي نفسها كالضرب بإثنان، ويمكن التفكير في نفس المسألة باستخدام أعداد أخرى. آمل أنكم استوعبتم الفكرة.